كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا يا رب. العيد دايما عندنا يعني الكحك، والعيد كمان يعني العيدية. أنا قررت أعمل الكحك بالعيدية، مسمي زي ما مروة الشافعي مسمياه كحك المفاجآت. أنا خدت الطريقة منها وعملته السنة اللي فاتت وكان ناجح جدا، وقررت أعيد التجربة تاني السنة دي بإذن الله وأشاركها معاكم. هنحتاج 3 كوبايات دقيق متعدد الاستخدامات، نستخدم اي كوباية معيارية حتى لو المج زي ما انا استخدمت كده. 3 كوبايات دقيق، وذرة ملح او ربع معلقة ملح، وبيكنج باودر، وسمسم 3 معالق سمسم كبار متحمصين، ومعلقة كبيرة سكر بودر، ونقلب المكونات الجافة كلها مع بعض. وجي دور السمن، اجيبها على طول من العلبة كده، وبنفس الكوباية اللي انا عايرت بيها الدقيق اعاير بيها السمن، وابتدي ابس العجين او ابس الكحك. اقلب المكونات مع بعض واتأكد ان السمنة اتغلفت كويس بالدقيق وبكل المكونات. الخطوة دي مهمة قوي. وفي طبق جانبي كده اخد معلقة سكر وربع كوباية مية دافية مع معلقة كبيرة خميرة، واقلبهم كويس قوي عشان اضيفهم للعجين. اقلبهم واسيبهم بس على جنب كده 4 5 دقايق لحد ما الخميرة تشتغل، وبعدين اضيفها للعجين. هنا ضفتها وقعدت ادمجهم مع بعض واقلبهم على بعض كويس قوي. محتاجة طبعا الخطوة دي مهمة قوي، محتاجة ان احنا ندمجهم مع بعض كويس ونبس الكحك كويس. العجينة اهي جميلة جدا معايا، وابتدي اختبر الكحك، اعمل كورة كده واعملها بصباعي. اذا شققت يبقى العجينة محتاجة سمنة، واذا ما شققتش يبقى مش محتاجة. ودي بعد ما اختبرت اول واحدة وعملتها بالمنقاش. جه بقى دور الحشو، انا قررت احشيها فلوس زي ما قلت لكم عشان تبقى العادية، واغلفه بالسلوفان ده او بالكيس الحراري ده. خلصت هنا ورصيته في الصينية، يفضل ان هي تكون صينية ألومنيوم. واسيبه من 8 ل10 دقايق، وافضل اراقبه لحد ما الاقيه استوى من تحت كده ولونه اتغير بقى لونه ذهبي. ابتدي ما نقلوش من الصاج لما يبرد تماما عشان ما يتفتفتش معايا. ومرحلة السكر البودر قبل التقديم مباشرة عشان برضو ما احسش ان هو معجن كده. وبالهنا والشفا وعيد سعيد علينا، ويا رب يعجبكم، وهستنى تجربوها وتقولولي ايه رأيكم وتقولولي حشيتوها ايه. تحفة تحفة.